نرحب بضيفنا عبر سكايب من رام الله دكتور أشرف عكا خبير العلاقات الدولية. دكتور أشرف، وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس اليوم، هل يمكن القول أن صبر الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية قد بدأ ينفذ من عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية لنصح أو توجيهات وإرشادات الإدارة الأمريكية؟ أنا أعتقد ذلك، أعتقد ليس فقط نفذ الصبر، وإنما قد تلجأ الإدارة الأمريكية إلى مجموعة من الإجراءات لكبح جماح نتنياهو، لأن ما يجري الآن هو حرب نتنياهو وليست حرب إسرائيل، خاصة في ظل ذلك التباين والانقسامات والخلافات العميقة بين المؤسسة العسكرية من جهة والمؤسسة السياسية من جهة، وبين حلفاء واشنطن في إسرائيل من جهة أخرى، وبين نتنياهو وسموتريش وبن غفير، هذا الائتلاف اليمين المتطرف في إسرائيل الذي يقود إسرائيل من وجهة نظر الولايات المتحدة إلى الهاوية وإلى تلك الهزيمة الاستراتيجية. ودعيني أقول الوضع الآن يعني ما بين إسرائيل والولايات المتحدة في أسوأ حالاته، نتنياهو يعني يجر المنطقة والولايات المتحدة إلى حرب شاملة في هذه المنطقة ويورط الولايات المتحدة، ولكن بالمقابل يعني على الولايات المتحدة أن تأخذ مقاربة مختلفة تماما، لأن لاحظنا كيف تحاول إسرائيل ويحاول نتنياهو يعني استفزاز مصر من جهة، استفزاز باقي الجبهات الأخرى وتوتيرها أكثر فأكثر، ويرتكب حماقات مختلفة وعلى كل الاتجاهات وباتجاه كل الجبهات. هذا يستدعي إجراءات أمريكية عالمية واضحة في كبح جماح نتنياهو. ودعيني أقول ويعني وأكون أكثر تفاؤلا أن العمليات الداخلية في إسرائيل تجاه عزل نتنياهو بدأت تتضح الآن من خلال تصريحات أزغنوت وبني جانس ومشاركة بني جانس في مظاهرة المعارضة ومظاهرة الأهالي الأسرى مساء أمس المطالبة برحيل هذه الحكومة ورحيل نتنياهو. هذا يعني يدل على أن يعني أدوات الضغط الأمريكي في الأوراق الداخلية الأمريكية الإسرائيلية بدأت تأخذ طريقها نحو المواجهة المباشرة بين يعني أزغنوت من جهة وبني جانس مع جلانت ونتنياهو وغيرهم. من يريد أن يطور هذه الحرب باتجاهات مختلفة. طيب دكتور أشرف، في هذه النقطة عندي في هذه النقطة عندي تساؤل. يعني نتنياهو المتشبث بالسلطة بشكل كبير بسبب خوفه أيضا من التعرض لتساؤلات خاصة بالفساد أو تساؤلات عن ما جرى في 7 أكتوبر، هل يمكن إذا ما شعر بالخطر الحقيقي لاقتراب عزله أن يقدم على أي خطوة متهورة مثل مثلا ضرب رفح الفلسطينية على الحدود مع مصر، السيطرة على محور فيلادلفيا، القيام بعملية كبيرة في لبنان؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟ أعتقد هذا الاحتمال قائم وارد ومتوقع، وعلى الجميع أن لا يستهتر بنتنياهو وأن لا يتعامل معه بأنه يفقد كل أدوات السيطرة والفعل في إسرائيل. هو ما زال يمتلك يعني الأداة السياسية وأدواته العسكرية ما زالت قوية، هو يعني بجانب وزير الدفاع، وإن في هناك خلافات على بعض القضايا التكتيكية، ولكن بالجوهر هو يسيطر على بعض المفاصل الأمنية والعسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي، ولديه جمهور من اليمين المتطرف في إسرائيل. وبالتالي علينا أن لا نسقط أي احتمال وأي سيناريو، وأعتقد عندما يوجه يعني الاتهامات المباشرة لمصر ومحاولة يعني تحميلها مسؤولية عدم إدخال المساعدات على قطاع غزة باعتبارها من يسيطر على هذا المحور، ومن ثم هي إشارة أخرى أن من يدعم حماس والمقاومة الفلسطينية بشتى أشكال الدعم هي مصر، هي محاولة استفزازية جدية ومحاولة تشويه صورة مصر ودورها العروبي ودورها في حفظ الأمن وعدم الانزلاق إلى ما تريد. الولايات المتحدة تخشى من تصاعد الحرب وأن تكون أو تتحول الحرب من حرب بين إسرائيل على قطاع غزة وأن تمتد إلى أن تكون حرب إقليمية، وتقوم الولايات المتحدة بكل ما في وسعها من أجل أن تمنع ذلك. طيب حضرتك ذكرت في البداية أنه الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات، ما هي هذه الإجراءات برأيك التي ستقوم بها الولايات المتحدة؟ يعني أولا بدأ حديث عن قدرة إدارة بايدن في تقديم المساعدات وبصورة عاجلة لإسرائيل، وبدأت عملية تأجيل
هذه المساعدات باشكال مختلفه بما فيها المساعدات الماليه، وبدت يعني تناقضات في داخل يعني الكونغرس الامريكي، من يدعم اسرائيل ومن لا يدعم اسرائيل، وبدت بعض الاشارات والتسريبات يعني من بعض الصحف البريطانيه على ان هناك رشوه قدمت يعني لبعض المشرعين الامريكيين الداعمين لاسرائيل بمقابل الذين لا يدعموا اسرائيل. وفي هذه الحرب اعتقد ان الولايات المتحده والاداره الامريكيه قد تمارس ضغط من هذا النوع له علاقه بتاجيل وتاخير وصول المساعدات، سحبت حمله الطائرات دون اعلام اسرائيل بذلك، اضف الى ذلك واعتقد هي النقطه المركزيه والمحوريه اوراق الضغط الداخلي في اسرائيل لكي تظهر، لكي لا تظهر اسرائيل بمظهر يعني الضعيف، او ان الولايات المتحده تمارس ضغطا مباشرا على الحكومه الاسرائيليه بما يضعف اسرائيل كدوله وليس اسرائيل كحكومه، تفعل ادوات الضغط ومن خلال حلفائها في اسرائيل كان تقوم المعارضه الاسرائيليه وبعض يعني اعضاء الليكود بتشكيل تحالف ما والتصويت على اسقاط هذه الحكومه والدعوه الى انتخابات مبكره في اسرائيل. هذه الادوات المتاحه لدى الولايات المتحده وغير ذلك من الادوات التي قد يتم سلوكها وممارستها بالسر وليس بالعلن. طيب امامي 30 ثانيه فقط، نصف دقيقه دكتور اشرف، لاسال عن الجبهات الاخرى، الجبهه السوريه التي تستهدف فيها بعض القواعد الإيرانية، وهناك أيضا الجبهة العراقية التي تنذر بالاشتعال هي الأخرى، ماذا عن أفق التصعيد في هاتين الجبهتين؟ أعتقد أن أفق التصعيد ما زالت واردة في ظل عدم وجود يعني رؤية واضحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. دون وقف العدوان على قطاع غزة كل الجبهات مرشحة على التصعيد والتصاعد وامتداد دائرة الصراع إلى أكثر من منطقة. وأعتقد أنه إن لم يكن هناك جهود جدية خلال الأيام القليلة القادمة بوقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات والبحث في مسار سياسي وتسوية شاملة، أعتقد نحن دخلنا في نطاق الحرب الإقليمية التي قد تمتد يعني إلى أكثر من ذلك في سياق ذلك التنافس من القوى الكبرى الفاعلة في النظام. شكرا جزيلا دكتور أشرف عكا، خبير العلاقات الدولية من رام الله المحتلة.